حتى خلال الفترة الماضية رأينا بعض الدول كانت تدعم تركيا في احتلال المنطقة، والسنة الماضية كان هناك أيضا احتلال لمناطق أخرى من ابتداء من طرابلس إلى عزاز ومرورا بالباب، وتوغل التركي في إدلب وحتى في ريف حماة بحجة اتفاقات أستانا وخفض التصعيد. كل تلك الاتفاقات كانت لاحتلال المنطقة وشرعنة احتلال تركيا للمنطقة. في المقابل كان هناك ادعاءات تركية بأن الوحدات تريد تقسيم سوريا، والقمة الأخيرة في تركيا أيضا كان البيان أن تركيا وأنقرة وأيضا برعاية روسيا يحاولون عدم تقسيم منطقة، لكن فعليا على الأرض تم تقسيمها ورفع العلم التركي و البدء بسياسة التتريك في المناطق السورية ابتداء من جرابلس وانتهاء بإدلب وريف حماة. نعم سيد أحمد، يعني بخصوص المهجرين المتواجدين، مهجري عفرين أقصد، المتواجدين الآن في الشهباء، كيف هي أوضاعهم؟ وهل من منظمات إنسانية تهتم في شؤون هؤلاء المهجرين؟ الأعداد كانت كبيرة في الأيام الأولى من نزوح الأهالي، أها. لكن الآن معظم الأهالي سكنوا في القرى التي تحيط بالشهباء، وأيضا مناطق شيراوة هناك أكثر من 90,000 نازح في قرى الشهباء، واكتظاظ المدنيين في كل بيت هناك 4 أو 5 عوائل. في الفترة الأخيرة تم بناء مخيمين، الأولى في كفين والأخرى في تل سوسين. هذه المخيمات تستوعب لأكثر من 5,000 نازح بكل مخيم. إجمالي النازحين كما ذكرت في الشهباء بين 90 إلى 100 ألف، وهناك أكثر من 70 إلى 90 ألف أيضا نازح من عفرين وقرى باتجاه منطقة شيراوة، التي الآن هي لا تزال تحت سيطرة الوحدات وقوات النظام. نعم، يعني يا سيد أحمد، هل من عائدين من هؤلاء المهجرين، هل من عائدين إلى بلداتهم وقراهم، أم لا يوجد هناك عائدين؟ البعض حاول العودة، أها. لكن من وصلوا إلى قراهم في عفرين قالوا للأهالي الآخرين الذين يريدون القدوم أن لا تأتوا، لأن هناك حالات اغتصاب، هناك حالات اعتداء، هناك حالات سرقة وتفجير للمنازل. لكن القسم قليل ضغط باتجاه تلك المناطق، قطعوا الحواجز بطرف النظام والوحدات إلى داخل عفرين. في محيط كمار وبراد هناك أكثر من 1,000 عائلة، بين 1,000 و2,000 عائلة عالقون هناك، وحواجز الاحتلال التركي لا تسمح بدخولهم. وحتى اليوم سمعنا بأن امرأة في الـ50 قد توفت جراء عدم وجود أي احتياجات معيشية على تلك الحواجز. ومن هنا نعود نجدد لجميع الأهالي بعدم التوجه إلى هناك، لأن الاحتلال التركي قد يمنع عودتهم، وفي حال سمح بعودتهم فإنه سوف يقوم باحتجازهم والتنكيل بهم والاعتداء عليهم. النداء للجميع العودة إلى القرى المحررة في الشهباء، والتعاون مع وحدات من أجل استعادة تلك المناطق. صراحة هذه المناطق كانت غير مستقرة في الفترة الماضية، لكن خلال هذه الأيام حدث نوع من الاستقرار، باعتبار أن الأهالي عند خروجهم خرجوا بملابسهم ولم يكن لديهم أي احتياجات معهم. في الفترة الماضية بعض المنظمات عملت وقامت بتأمين الاحتياجات. الإدارة الذاتية في جزيرة وكوباني أرسلت المساعدات إلى الأهالي النازحين، وتم تأمين معظم الاحتياجات. الآن جميع الاحتياجات تصل إلى النازحين. البعض من الأهالي حاول التوجه إلى حلب، لكن قوات النظام، جيش النظام، حاول على الطرقات، قام بالقبض عليهم وإعادتهم إلى تل رفعت وهذه المناطق. من هنا نجدد الدعوة مرة أخرى للأهالي عدم التوجه إلى أي منطقة، لأنهم سوف يكونون في خطر، والبقاء في قرى الشعباء
من أجل العمل سوية لإعادة تحرير مناطقنا بريف الشهباء الشمالي وفي عفرين. نعم سيد أحمد، يعني في الآونة الأخيرة كان هناك حديث من قبل الجانب التركي ولا يزال باجتياح لمدينة أو استئناف أو إكمال عملياته العدائية لتشمل مناطق الشهباء، هل من تحركات الآن في هذه المناطق، تحركات تركية أقصد بهذا الخصوص؟ هناك يوميا بعض النداءات التي تصدر من داخل تركيا والمناطق المحتلة بأنهم سوف يتوجهون إلى هذه المناطق، لكن فعليا على الأرض لا يوجد أي تحرك ملموس. جميع تلك الادعاءات هي إعلامية. كان هناك جلسة بين الروس والأتراك في ريف حلب، نعم في من في أتوقع في قاعدة بريف الباب، وكان النقاش حول إخراج وحدات الحماية من هذه المناطق، ولم يكن النقاش حول ترفعات. الإعلام المرتبط بتركيا يقول بأنهم سوف يحاولون استعادة الرفعات من أجل إرضاء المرتزقة، لأن هناك العديد من المرتزقة الذين يضغطون على تركيا من أجل أيضا احتلال مدينة رفعت. وكانت هناك محاولات أيضا من الجانب التركي لاحتلال تل رفعت مقابل مناطق أخرى، قد تكون مناطق في غوطة دوما أو بمناطق أخرى، لكن جميع تلك النقاشات بقي طور النقاشات ولم يتقدم الاحتلال التركي. القوات المنتشرة الآن في مناطق شعبائية بالدرجة الأولى هي قوات الشرطة الروسية، وهناك نوع من الاستقرار في هذه المناطق، لكن كما ذكرنا المتاجرة بالمناطق السورية وإحداث تغيير ديموغرافي إلى الآن لم ينتهي، باعتبار مناطق مثل دوما في غوطة دمشق لا يزال هناك عليها نقاشات وخلافات بين الأطراف التي تحاول إحداث تغيير ديموغرافي في سوريا بشكل عام. نعم حقيقة هذا ما تطرق إليه المتحدث باسم رئاسة تركيا إبراهيم كالان عندما قال بأننا سنتأكد من عبر مصادرنا من صحة انسحاب الوحدات من الشهباء.